بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في الجزء السادس من ورشة ماي دريمز. هنتكلم في الجزء دوت على ازاي ان احنا نعمل الكومبوستنج في الافتر افكتس، وازاي ان احنا نحط الكومبوستنج تاج عشان نطلع كل حرف من دول منفصل لوحده، عشان لو احتاجناه في الافتر افكت نقدر نفصل كل حرف من دول لوحده. نقفل الريندر وتعالوا نشوف واحدة واحدة كده. اول حاجة اللي هو حرف الام. اولا انا عندي حرف الام ده في التكست نفسها، وبعد كده عندي الروبس او الحبال، كل واحد منهم له سويب نفس. دلوقتي مبدئيا انا عندي حرف الام ده ككل، واخد الروبس وواخد حرف التكست. اول حاجة هعمل رايت كليك على حرف الام، سينما فور دي تاجز كومبوزيتنج تاج، ويهمني هنا الاوبجكت بافر. تعالوا ندي لكل حرف رقم، وليكن حرف الام ده اللي هو رقم، هيبقى رقم واحد. او في حاجة تانية عايز اقول لكم عليها دلوقتي، الستاف ده تقريبا في كل الحروف بالحبال بتاعتها، صح؟ كل الحروف بالحبال بتاعتها. وارد ان انا احتاجها، تمام، كلها على بعضها. اذا هنقل بس ده بره كده، واخلي ده واخد رقم واحد. يبقى كده الاستاف كله واخد رقم واحد. بعد كده جوه الاستاف بقى عندي حرف الام، ادي اول واحد. طبعا حرف الام معاه الروبس ومعاه التكست. رايت كليك سينما فور دي تاج، او بدل ما احط سينما فور دي تاج تاني هعمل كنترول دراج واسحب. في حاجة مهمة، كل الحروف او كل النال اوبجكتس اللي جوه الاستاف ده هي تشايلد من الاستاف الاصلي او النال اوبجكت الاصلي. اذا خلي بالك ان انا ممكن ادي لحاجة واحدة اتنين اوبجكت بافر. الاوبجكت بافر الاولاني بس، الكلام ده لو كانت هي تشايلد من حاجة تانية او من نال اوبجكت تاني او من اوبجكت تاني. ليه؟ علشان اقدر ان انا اشوف الاستاف والام مع بعض، وفي نفس الوقت لو اديت للام اوبجكت بافر تاني يبقى انا كده فصلت الام ده لوحده، وفي نفس الوقت مازال هو تابع لمين؟ للاستاف اللي هو النال اوبجكت اللي فوق. لاني لو شلت دي هطلع الام لوحده ومش هيطلع جوه الاستاف اوبجكت، فهعمل رقم واحد عشان يبقى تابع له. بعد كده تعالوا بس نقفل الكلام ده. خلي بالنا حرف الام ده واخد رقم 2 3 4 5 6 7 8. اذا ده هيبقى نشيل رقم 2 يبقى رقم 3، ده نشيل رقم 2 يبقى رقم 4، ده نشيل رقم 2 يبقى رقم 5، ده نشيل رقم 2 رقم 6، وده 7، وده اخر واحد اللي هو رقم 8. كده يبقى كل حرف بالروبس بتاعته واخد نل واخد كومبوزيتنج تاج. حلو. طب انا عايز الحرف لوحده، عاوز الحرف لوحده، نفس الموضوع هنمشي هرمي بقى. هاخد ده كده، تمام، وهعمل سينما فور دي تاجز، او من غير سينما فور دي تاج هاخد دبل كيت من ده هنا كده. ده واخد رقم واحد واثنين لانه تبع ده، هياخد كمان رقم تلاتة، هياخد كمان رقم تلاتة، او كده الموضوع هيفتح مننا قوي. تعال نخليها ابسط من كده شوية. كده انا مش هحتاج الام كله، انا هحتاج حرف الام فقط. فهعمل حاجة حلوة قوي، ان انا هسحب ده على الحروف كده عشان بس نختصر الوقت، عشان بس الدنيا ما تبص مننا قوي. كنا هنعمل حاجة بشكل هرمي بس كانت تبقى كانت هتفتح مننا قوي، لكن احنا عايزين نوصل للتكنيك باقصر الطرق عشان بس الورشه ما تطولش اكتر من كده بصراحه. يعني داخله هتخش مننا في حوالي 7 اجزاء، فالعمليه هتبقى مع طول الوقت هتبقى ممله الى حد ما. كده احنا خلصنا من الاستاف هنا، وخلصنا من الكومبوستنج تاج لل
الحرف لوحده. الحبال دي مش هحتاج لها اي حاجة. بعد كده في الريندرينج بهتم بحاجات مهمة جدا. لو انا روحت للريندر سيتنجز، اول حاجة في المالتي باس، لو انت عايز تختصر حط الاد ايمج لير. اد ايمج لير هيحط لك الحاجات المهمة جدا او الباسز المهمة قوي في الايمج. تمام، طبعا كنترول زد هسلكت بس الكلام ده واشيلهم عشان مش عايزه. لكن تعالوا احنا نمسك اللي احنا عايزينه فقط. هروح للمالتي باس، اول حاجه احط اوبجكت بافر. اوبجكت بافر ده هسميه اول ليترز. هو اول ليترز اساسا واخد الاوبجكت بافر رقم واحد. بعد كده مالتي باس تاني اوبجكت بافر وهسمي ده ام، وهياخد اعتقد ام واخد رقم 2. ام واخد رقم 2. تمام، الام هياخد رقم 2. تمام، ما فيهاش. طيب اوبجكت بافر تاني ام واي هياخد رقم، هو الام 2 الواي 3. مالتي باس اوبجكت بافر 4، وده طيب احنا هنفضل نضيف ار اي اي ام اس. هسلكت دول كلهم كده. تمام، 4 يبقى 5 6 7 8. هو انا ما اعتقدش ان كان في 9، مفيش 9 صح؟ يبقى ده 4 5 6 7 8. مثال ده زيادة. ادي ماي دي ري اي ام اس مظبوط. تمام، يبقى ده، يبقى دي الار اي ماي دي اي ام فعلا اس. يبقى في هنا غلطة، في عندنا احنا هنا كده ادي ده 8 7 6 5 4 3. لا ما عندناش غلطات ولا حاجة. ده 1 2 3 4 5 6 7. طيب الاول ليترز ده واخد 1 والام واخد 2 و واي واخد 3 والدي واخد 4 والار واخد 5 والاي واخد 6 والاي واخد 7. اساسا مفيش اس، معلش دي عندنا معلش اسف. كده احنا خدنا المالتي او الاوبجكت بافر. حط بعد كده السبيكولر عشان اللي معاه. حط بعد كده الريفليكشن عشان لو حبيت اتحكم في الريفليكشن. اكيد هحط الشادو، اكيد برضو هحط جلوبال الومنيشن. هحط بعد كده ممكن ايه، ممكن الديبث عشان لو انا عايز اعمل ديبث اوف فيل في الافتر بالكاميرا بدل ما اعمله في السينما. انا متهيألي كده كفايه قوي وتمام، مفيش اي مشاكل. بعد كده هروح لاعدادات السيف، هسيف مكان ما انا عايز. هختار الار بي اف، الامتداد ده روعه بكل ما تعنيه الكلمه، فعلا روعه الامتداد ده. ليا معاكم في محاضره استغلاله جميل جدا 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 في الافتر افكت. تمام، سيف طبعا للمالتي باسز في اي مكان يعجبك. كومبوزيتنج بروجكت فايل لازم اعلم، واختار من هنا التارجت ابلكيشن بتاعي اللي هو ادوبي افتر افكتس. ده بالنسبه ل
الريندر باسز، ممكن احط في الافكتس، ممكن احط الامبنت اوكلوجن هيساعدني شويه لو انا عايز اتحكم في الظلال. طبعا كل ما بعلي كل ما الكفاءه بتبقى احسن. هاجي هنا في المالتي باس واحط الاي او او الامبنت اوكلوجن. بعد ما بخلص بطمن على سيف تمام، وبطمن على الاوتبوت انها واخده اول فريمز تمام. طبعا يكفينا هنا 300 فريم على فكره. بطمن على ان دي اعليها ل 100 عشان تبقى الجوده اعلى. جنرال تمام مفيش اي مشاكل، اشتغل على الفول ريندر كده يبقى انا ما عنديش اي مشكله في عمليه الريندر. ده بالنسبه للجزء الصغير قوي بتاع الريندر في السينما. ممكن على فكره دبل كليك واسمي ده جي اف اكس ريندر عشان لو حبينا ان احنا نعمل نيو بريسيت للريندر سيتنجز بحيث ان احنا نسيفها. ممكن على فكره تعمل رايت كليك وتقول له سيت اكتف بحيث تبقى دي هي اللي متاكتفه. ممكن تعمل بريسيت واثنين وثلاثه واربعه حسب ظروف الريندر بتاعك وحسب ظروف الشغل بتاعك. ممكن اعمل رايت كليك واقول له سيف بريسيت واسميها جي اف اكس ريندر تمام. ممكن اعمل ريندر سيتنجز نيو بريسيت او نيو تشايلد لو انا حبيت اعمل بريسيت معتمد على البريسيت دي. ده بالنسبه لي عمليه الريندر في ورشه ماي دريمز. اشوفكم في الجزء اللي جاي ان شاء الله لما نفتح الافتر افكت ونشتغل على بقيه البوست برودكشن. شكرا ليكم، كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض من gfxacademy.net، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.